رشيدة، وريني هتلحقي الكورة ازاي. بكار، همام، فارس، شفتوا حصل ايه؟ المدرسة جالها تمويل من رجل أعمال غني قوي 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 بيحب يرعى المواهب، وقال إنه هيعمل مسابقة في المدرسة واللي هيفوز بيها هيطلعوا رحلة لصحراء البيضة. ياه بجد؟ إيه الصحراء البيضة دي؟ أكيد صحراء بس بيضة شوية، مش محتاجة مفهومية. وهو إيه اللي يبسط في رحلة للصحراء؟ هنشوف فيها إيه يعني؟ شوية رملة؟ مش مهم، المهم انه هيبقى فيه رحلة، عايز اطلع اي رحلة وخلاص. كلنا هنشترك يا حسون، واللي هيفوز هو اللي هيطلع. صح، كلنا هنشترك. كنا شفنا مدرسة جنبينا بدل ما نروح ندور في مدرسة في النوبة. عمرك ما هتفكر زي البرعي أبداً يا مرجان. العفو يا البرعي بيه. مدرسة النوبة دي أنا بمولها من زمان علشان أتهرب من الضرائب، ولما حد يشوف أني عملت مسابقة خيرية والفايز فيها هيطلع معايا في رحلة محدش هيشك، وهناك هنوهم العيل اللي هناخده بأنه بيستكشف معانا ضمن الرحلة، وأول ما نكتشف بوابة المملكة القديمة هنخليه هو اللي يدخل. بس دي حاجة خطيرة. المهم نوصل للسلاح الأسري اللي في المملكة، وحتى لو الولد حصل له حاجة مش مهم قدام الاكتشاف العظيم ده، وهنبقى نقول لأهله إنه تاه في الصحراء ونعوضهم بأي حاجة. دماغ الماظ يا البرعي بيه. طب وبالنسبة لعابد؟ ده بقى لو عمل لنا قلق وما فتحش مخه ووافق على اللي احنا عايزينه هيبقى أول واحد نجرب عليه السلاح الأسري. عبقري يا البرعي لي. اتعلم يا مرجان.